ما زلنا طبعا مع حضراتكم في إطار احتفالاتنا باليوم العالمي للمرأة الريفية واللي خصصته الأمم المتحدة للاحتفاء بسيدات العالم اللي بيلعبوا دور مهم جدا في توفير الغذاء اللي طبعا بيواجهوا كتير من التحديات. والحقيقة الدولة المصرية اهتمت بشكل كبير بدعم المرأة الريفية ووفرت ليها كمان كتير من الحوافز والبرامج، وكمان كان في مشاريع مهمة للتوعية من خلال الرائدات الريفيات في القرى والنجوع. يمان، أكيد هنعرف أكتر من الأستاذة جاكلين ممدوح مدير عام الإدارة العامة لشؤون المرأة في وزارة التضامن. صباح الخير على حضرتك أستاذة جاكلين. صباح الخير يا فندم، كل مرأة مصرية بخير. أهلا وسهلا بيكي. خلينا على طول نتكلم عن الرائدات الاجتماعيات والرائدات الريفيات اللي بيقوموا بدور مهم جدا في الريف المصري. لو تكلمينا عن هؤلاء أو يعني الرائدات الريفيات. الرائدة الاجتماعية هي قيادة مجتمعية موجودة، بنت من القرية عندها قدرة على التواصل، حب العمل التطوعي، حب التغيير جوه المجتمع، موجودة في كل قرية مصرية. تجربة الرائدات تجربة رائدة لأن بالفعل تقدر توصل لكل سيدة وتكون صديقة ليها وتبقى هي المستشار بتاعها كمان داخل القرية. طيب ده عظيم جدا. إيه أكتر القضايا اللي ممكن تعرفنا بالدور اللي كمان دورهم في التوعية؟ لأنه الرائدة الريفية احنا بنعتمد عليها أو الدولة بتعتمد على الرائدات الريفيات في مسألة التوعية. هم أدرى بحياتهم، أدرى بظروفهم، بظروف المنطقة اللي بيعيشوا فيها، بالبيئة المحيطة ليهم، فهم بيكونوا مؤثرين أكتر. هو في العديد من القضايا اللي الرائدات شغالين عليها. هو الغرض من او الهدف من البرنامج ان احنا بنغير يعني بننهض الممارسات الضاره في المجتمع ونعزز القيم الايجابيه. ففي مجموعه من القضايا مختلفه، في اختان الناس، زواج الاطفال، التربيه الايجابيه، التمكين الاقتصادي، الادمان، التسرب من التعليم، تنظيم الاسره، العديد من القضايا. ولكن حابه اقول لحضرتك ان كل رائده مسؤوله عن 200 اسره معاها خصائص الاسر اللي شغال عليهم، بالتالي هي عارفه احتياج الأسرة، بتختار من القضايا ما يخص الأسرة المصرية. طبعا أكيد بتكون عارفاهم كويس، يعني عارفاهم وبتتابعهم يا أستاذ جاكلين. أي معاها هي المفروض بتعمل كل شهر 100 زيارة وبتعمل 3 ندوات تستهدف فيهم. ال 100 زيارة بكل الأسرة ال 200 أسرة اللي معاها، ولكن الثلاث الندوات بتبقى للمجتمع ككل، فهي تستهدف كمان الأسرة سواء رجل أو سيدة أو أطفال. هو جميل يكون في متابعه لهذه الاسر، يعني حضرتك بتقولي ان كل رائده ريفيه بتتابع 200 اسره بالاضافه الى الندوات العامه اللي بتكون دي لكل الجمهور ان هو يحضرها من غير طبعا ال 200 اسره، لكن المتابعه مستمره لل 200 اسره اللي بيكونوا معاها في زيارات مستمره، عارفه احتياجات هذه الاسره، عارفه التطورات اللي حصلت عليهم، كل هذه التفاصيل بتكون عند الرائده الريفيه، وبالتالي لو حصل اي مشكله فهي قادره ان هي توعيهم بحقيقه هذه المشكله، مظبوط؟ هو ده التعديل الرائدات اللي احنا محتاجين نشتغل على الاسر بعينها، يبقى عارفين الخصائص عشان نقدر نتبع الاثر بتاع البرنامج ونقدر نعرف ايه التدخلات اللي ممكن ان كنا بنعدل مسار او بنعدل قضايا عشان نقدر نعرف بالظبط اثر التوعيه والتدخلات اللي بتقدمها الدوله لهذه الاسر ونقدر نحن نوفقها وفقا لاحتياجات الاسر الفعلي. أكيد كل الشكر ليكي الأستاذة جاكلين ممدوح مدير عام الإدارة العامة لشؤون المرأة بوزارة التضامن، شكرا جزيلا ليكي.